الرجل كان عامل علاقه مع مين، واول ما موسيقى في واحد بيجي بعد القيامه تسيد المسيح يقول له كل الناس اللي كانوا في القيامه مات المسيح الذي له وجه من مكان، قلت له كل الكتاب الوثنيين بين امرين بقيامه السيد المسيح. اما بالايمان فاحنا كل واحد فينا يمشي يعني يوم يقول له الله يرحم الله يهديه، ويعني لو امكن يرقص لو كنا في نفسه يرقص يوم سنه على ايه سنه على القيامه. لو لم يقم المسيح فباطلا هو ايمانكم وباطلا هي كذا كلنا تكيف من الامور المتاحه والاسلام لو صار المقدس احنا ليه؟ يعني نفهم بقى اذا ما لناش اسم ما لناش اسم بقى وهم بقى في جابوا لي قدمت البابا جابوا لي نور وكانوا متعودين من اول ما يسال النور في بعد 33 دقيقه يبقى نار لو عمر ربنا يسال النور. وكان يقول الطيارة مش عارف يقول له ركض كده، المرة دي يقول سيدنا محمد. لو لم يقم كل واحد من جماعة المسيحيين اللي هو بتاع القيامة ده يمشي في الشارع يركض، ما كانش يركض هو يركض جنبه، هذا هو اليوم الذي سمعه الرب فلنفرح وننتهي. يا رب خبثنا يا رب سألت الحكام وملكت الحكام. انت ايا كان وضعك وان كانت حدك الماديه والمعنويه دلوقتي بتنقص انا وانت علشان اليوم الذي صنعه الرب. اما الاكتئاب فيؤذن للوثنيين اللي ما تمتعوش بكلمه ربنا سبحانه. اليوم الذي كان ماذا صنع الرب؟ صنع القيامة اولا، صنع القيامة اولا كان ما بين الاموات والحجر على القبر حجر كبير مع ملاحظة زي ما ده ميزه في الرمل ان القبر بتاعه عبارة عن حجر منحوت، يبقى حجر من هنا وحجر من هنا وحجر من هنا وحجر من هنا وحجر من هنا واختام وبان بيقول على الحراس والحراس بيبقوا زي الاموات كالاموات كالاموات. واحد الاباء والجسيم يقول له تلاعبوا من قيامته زي ما تلاعب العصفور من صياد ماهر يجي له كده ولا يجي له كده يقول كده حتى يجمع والتعب الحراس ايه المرة ده؟ يعني القيادة إلا بقى له ايه؟ لو تجمعت الخليقة كلها من البشر لم يستطيعوا أن يروا القيامة كما لا يستطيعوا أن يروا شروق الشمس. لو تم العالم كله كل العالم كل العالم معا بكل التكنولوجيا وبكل القوة الموجودة فيهم وبالحروب الحرب النووية بيقولوا عليها ماليش في السياسة بس بيقولوا كده بيقولوا الحرب النووية ممكن تنعم كل مع بعض ما يقدروش يلغوا شروق الشمس وهكذا لا تستطيع العالم كله أن يضرب تفرقنا تبوّن يا فرحتنا يا فرحتنا. ولكن كل واحد من الناس بيتعامل مع الزمن بطريقة ففي هاي الفصل في الرد والمصر ورفع في المدينة وقالوا الرزاق كان الرجل كان اللي كنتوا خايفين وبدوا على احد راي احد الاباء في الجزيره واحد ميت موجود في دار اخذوا منين؟ عشان عارفين يقولوا والعالم كله حتى الذي لا يعتبر بالقيامه بحدوثها يعتبر في داخله بقوتها العالم كله من الاستسلام حتى الوثنيين لا يعترفون بالقيامه ولكن في داخلهم يعترفون بقوة القيامة لها قوة بشرية قوة إلهية قامة. ففي بعض الناس يعترفوا بالقيامة زي الخلاص كده وراحوا قالوا لل قالوا الرؤساء كان الراجل قام الرؤساء كان قالوا لهم ما تقوليش الكلام ده احنا نديكم الفضة اديهم فضة قالوا لهم انتوا قولوا انتوا قولوا كلاميذ ليلا وسر
تشركوها نحن نيام ولا احد الا بارك في فكر قد كنت كنت احنا اليمين وصرفوا لكن عنكم زي جلابيبه الكذب مربوط بالدين حتى اللي يرفض القيامه باي قوه من القوى البشريه المرء لا يستطيع ان يرفيها في بعض الناس يتعاملوا مع القيامه في يد القيامه وكنت تبادل يرجع زي ما كانوا بيعملوا في الارض يرجع تحتهم مرتين وتحولوا الحراس الى كاذبين وقالوا انه كلامين من ليلا وافادوه قالوا لهم لو سمعوا الكلام ده عند الوالي احنا نستعطفه عشان تبقوا في امان وكثير منا حفظا لكراسيهم ولكيانهم ينظرون قوه قيام ربنا وجعله بلاش تحت يعتبر القيامة القيامة وبالكنيسة ويصلي ويصوم لكن تيجي عند أهل عيش لا لا يخلى عنك أتركها يبقى ولا يعتبر ولا يعتبر أقول الكلام خالص صدقوني لما بدأت إنسان مسيحي في مكتب عادي كده ما بتكرش منه حاجة عشان مش خاف يعني ينقل القيامة ايه الحرات الوقت؟ ايه الحرات الوقت؟ اول ما صنعه الرب في هذا اليوم هو القيامة قال ما صنع ربنا هو القيامة ومن يوم ما ربنا يسوع المسيح قام بين الاموات والكنيسة تهلل وستهلل في نهاية الايام هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فنفرح ونبتهج فيه فرح اليوم بس ما يحكي من هنا شيء مش مطير بكرة هتنسى الفرحة. كنت فرحان ليه؟ بس ليه وقع عدم البيزنس كبير قوي. ماشي ما بكرة يتغير الوضع ده بيني ومش من مرة. كنت بتكلم في القاهرة في مكان كنت بقول الدنيا دي وليمة. فكنتها بعد قليل حتى لو كان وقت الفرحة. فالرجل غني رجل غني كان نفسه كله يشرب وحده 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 وكله يشرب ده في خلال سنة الغبي هذه الليلة تؤخذ روحك منا وليمة مش لازم الفرح بأي حاجة فيها أرض فرح بالقيامة وليمة ستنتهي ده قيل عن المعلم ابراهيم الجوهري وكان معاه ابن وحيد وعملوا حفلة عظيمة جدا بنت زي الاسم وعملوا وليمة عظيمة جدا جدا وفي نهاية الوليمة العنيد الشعب مش عارف بقى انا صبرت وكنا ليه ومات وانقلبت الوليمة إلى حزن وإذا أردت أن تكون في وليمة مفرحة فافرح باستمرار بهذا اليوم الذي صنعه الرب فنفر الله 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 كل واحد بيجي يبقى مبسوط كده ونقول له انت من عنده مرتين انت ايه الخصوصيه بتاعتك؟ يقول انت جبت دماغك مبسوط كده في القيامه وانت مالك هتستقر في السنين مفيش ما تكون في السنين طب ومن مالك مبسوط كده مش كده ما تبقى انك صبوبه لا في القيامه فرح لا ينتهي يبدا بفرح وينتهي بفرح ابتدى ربنا يسوع المسيح بالميلاد على الارض وانتهى بالتكبير بالقيامه وعند الميلاد يقولوا في الثانيه بتاعت اهل الخير ويقولوا يا ربي اهلا اهلا يا ربي جيت صعود في ميد وفي ميدواد وبكر بكر مبسوط ليه؟ بس ما تحبش علشان كل ينسيون وكل شكرا بالبشر بنقول يا ربي اهلا اهلا بك عليا اهلا بك في بالك اهلا بك اهلا بك يا رب اهلا بك يا فضلك يا فضلك يا رب منين حبيبي عشان المسيح فرد ونيجي في القيامة فقال لا يا مريم امشي يقول كده اما مريم فكانت ببكاء طلقت ليه فارغا فقال لها يا مريم ابشري واذهبي لاخوتي
بصراحة انه يقش انه يقش يدور عن نفسه في قضية من ربع قلبه قد تكون تعلم ملائك او قد تكون تعلم منسه او تعلم اي حد شرف كرم شرف شيخ كل اللي عنده تعلم يذوقش الفرح المتعلق بشيء على الأرض دي عامل زي الكوباية اللي مش مقفولة كويس ما حط فيها ولا حاجة ولا تحط فيها مية ولا شيء ولا من ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة يقول لك إن رأيت إثما في قلبي لا يسمع الله صلاتي أول ما صنع صنع قيامة أول ما صنع صنع قيامة لكن وصلنا الى هذه الحدود اللي فيها كتب في الجرايد الاخ جدي محدد على جماعه المسلمين الاخ جدي مش عارف مدير كان مناظر محطه مش عارف ايه ثلاث كلمات والاخت مرسى هجت مش موجود والاخ مش عارف بيتر في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه في ايه؟ فتحه فرحة بالخير أول ما صنع صنع كامل وكل الجماعة بتوع القيامة دول قاعدين مبسوطين ومشجعين وتمام التمام حلو حلو زي ما قال أحد الآباء إن الأصل أظن إن العالم يبدأ بخير من غير نصارى ليه؟ معنيين وفي الأسطر يقول الأسطر أظن إن المسيحية تبقى بخير من غير رهبان مش علينا لا راحت التقليد اللي كان في شيخ سبايا حط الدنيا بكل يوم فيها وراه المراكب بين كل بكره وكل واحد فينا ممكن يبقى راجل وكل صدق يا ريت كل واحد فينا يبقى راجل ولو يوم واحد قبل ما يمشي وترحم ربنا هذا هو اليوم الذي صنعه الله وكل كل واحد فينا قبل الثاني يقول الدنيا في شر ويجي صنع الدنيا في شر يقول له بهندي حبيب يا هذا هو اليوم الذي صنعه زي كده احنا بنعمل كده احنا قاعدين بنحكم في الخدمه جامد ومشاكل جنب الخدمه عدم العلم الخدام تاخد مشاكل ما عندناش مشاكل بكمهم تطلبين خدام ده تاخد في المشاكل تطلعنا في المطبخ يا احنا اللي جنب الخدمه اديني يا سلام ليا من عندك واحد فوق جنب المشاكل هو معروف ان في السن الكبير بيتعامل مسلسلاته لكن الجواب مسح طيب ما تعرفوش اللي بيديني يا سامي تداولي مرة بقول يمكن كررتها كتير بقول ارفعوا قلوبكم وبصيت لي كده حمل جاي مكشفين في الكنيسة ما عمل ايه في البيوت مكشفين في الكنيسة مكشفين مش فرحانين اليوم الذي صنع اولا صنع القيامه وجعل الكل يتهلك تحت كل الظروف بغض النظر على مكانه ايه ولا وضعه ايه ولا عنده ولا ما عندوش ولا قيمته ايه في لدنا في قيام الرب يا رب الرجع اللي احنا بناخده في جسد الدم ونحطه في النعمه الفارغه الفاضيه زي ما دفن في قبر ما جديد ما فيهوش حاجه ما فيهوش حاجه وروح دايم فينا في النار واحنا طالعين من كنيسه كاتب ربنا يا رب في كليتنا وفي كبدنا وفي عيننا وفي ودننا وكل ما قرر يقول هذا هو اليوم الذي اخذ الدولة نحطه صنعه فنفخ يحط في الكاهنين لي الى بيت الرب نذهب نحن لابد الرب الرب سمع لانه ابتسم من يقتلني يحيى بيا ان لم تاكله جسد من انسان تشرب دمه تشرب منه جسدي معك الحق ودمي معك الحق صنع اولا القيامه
الانسان كيان الانسان. طب الانسان يموت بس ما يلاقش، الانسان يموت